مباشر البوست كومونتاتور يعني كنا في وضعيه يعني ديال المياه التي يعني داهمتنا يعني نتمنى انه يتم اخذ بعين الاعتبار وضعيه طاوله التعليق من اجل يعني تفادي يعني رش الماء بشكل نوعا ما فيه خطوره على اي تبديل اخر. سوف فريق النادي المكناسي دخول اللاعب رقم 20 اللاعب انس اكشمار ولاعب من عناصر يعني العناصر الواعده 18 سنه من فريق مازال يخوض في ضمن فريق الامل. دخل الى المباراه بدلا من اللاعب عثمان حبوري في هذا بدايه الشوط الثاني. يحاول المدرب يوسف المريني اعطاء يعني دفعه اخرى لهجوم فريق النادي المكنسي يخوض مباراته الثالثه ضمن الفريق الاول. هذا اللاعب انس اكشمار خاض مباراه الفتح الرباطي اساسيا ودخل يعني بديل في مباراه المغرب التطواني. هذه محاوله اخرى في فريق الجيش الملكي وكره تساند الحارس الحسين امسى. ولا عبد الرحيم الشكير ضربه راسيه غير مركزه وكرة في الشرط لفائدة فريق الجيش الملكي. لنا الحكم الدولي بوشعيب الحرش الذي يقود هذه المباراة رحيم الشكير. تذكر تساعد اللاعب صلاح الدين عقال عند اللاعب اليوسفي جنيد اليوسفي عند اللاعب رقم 13 برحيم هشام الفتيحي. فريق النادي المكنسي حاول ابعاد الكره والاعداد للهجمات واللعب مبدا الامان من طرف العميد مصطفى المرادي يبعد الكره الى الشرط لفائده فريق النادي المكنسي في التنفيذ اللاعب انيس كمال على اللاعب عودو انيس كمال تمريره جانبيه لكن مباشره خارج خط المرمى ضربه مرمى لفائده فريق الجيش الملكي. فريق الجيش الملكي بطبيعه الحال في حال تامين الفوز ف سيصعد الى المركز الاول مناسبه مع فريق الوداد البيضاوي انتظار مؤجل فريق الرجاء البيضاوي. كامارا اللاعب الخمالي تدخل دفاع فريق الجيش الملكي برحيم هذا اللاعب المدينه النغميه يعيد كره عند اللاعب الشكير تمرير اتجاه اللاعب هشام الفتيحي وتدخل دفاع فريق النادي المكنسي. سيطره لاعبي فريق الجيش الملكي على خط الوسط يقطعون كل المحاولات لفريق النادي المكنسي من اجل اعداد المحاولات الهجوميه لفائده فريق النادي المكنسي. اللاعب رضوان الجواري تعود الكره الى اللاعب فوزي الخمالي. فوزي الخمالي تمريره في الجانبيه انيس كمال تمريره والتدخل من اللاعب مصطفى المراني بعيد الكره مرحيم عند اللاعب عقال تمريره اللاعب حمال اتجاه اللاعب بديء النغمي وتدخل الدفاع دفاع فريق النادي المكنسي. فريق النادي المكنسي مطالب بجرأة أكبر على مستوى الهجوم. هشام الفتيحي ينطلق في خط الوسط يمرر داخل منطقة الجزاء وهناك راية وصافرة وتسلل على اللاعب عزيز جنيد.
تسلل على اللاعب عزيز جنيد على اي صوره. اعتقد هناك تقدم، اعتقد ليس اللاعب جنيد اللي كان في وضعيه التسلل، اعتقد اللاعب اللي كان في اقصى يسار الصوره اللي كان في وضعيه التسلل على اي حمال. هذا اللاعب المدينه النغمي في خط الوسط، التدابات التي اقدم عليها فريق الجيش الملكي، التدابات اللي اعطت المطلوب منها التوليفه لي وايضا المجموعه، وهذه التمريره الجانبيه في هذا الحال الحارس امسى. زكريا زايد العميد حاولات الدخول، محاولة البناء والدخول من المنطقة اليمنى، البديل عكشمار وتمريرة طويلة لكن خارج، كرة جوزت خط المرمى، ضربة المرمى لفائدة فريق الجيش الملكي. الجمهور يساند، يحاول أن يدفع باللاعبين. المدرب عبد الزاخر يطلب من عناصر الاحتياط الى القيام بالاحماءات، ربما يقوم ببعض التبديلات. صلاح الدين عقال في اتجاه اللاعب بديع النغمي، هذا فريق الجيش الملكي شهير. خط الوسط وهناك حاجز يمنع تصرفات فريق النادي المكنسي، يمنع وجودنا التحرك والدخول. هذا اللاعب من طرف رضوان الجواري ضائعه وهجمه مرتده لفريق فريق الجيش الملكي. صلاح الدين عقال، صلاح الدين عقال من جهه اليمنى يحاول الدخول، تمريره داخل منطقه الجزاء، كانت فيها الخطوره على دفاع فريق النادي المكنسي. هذه المحاوله لفائده فريق الجيش الملكي وهنا هجمه مرتده من الجهه المقابله لفائده فريق النادي المكنسي. تمريره داخل منطقه الجزاء، تمريره كادت ان تحمل الجديد في هذه اللحظات. تخيل تمريره اللاعب خليل بن حمص لم يكتب لها النجاح في اتجاه اللاعب محمد اودو، والحارس علي قروني مباشره تبع هذه التمريره يعني ما كانش يعني التركيز حاضر بشكل كبير من طرف اللاعب عزيز جنيد في التمريره الاخيره. كانت محاوله يعني سانحه لتسجيل هدف ثالث، ربما كانت ستقتل طموحات الفريق النادي المكنسي للوصول الى العوده او لبدء رحله العوده في هذه المباراه. على اي المباراه متواصله، كره عند اللاعب اليوسفي، تمريره تجاه اللاعب عزيز جنيد، عزيز جنيد يطالب بالخطا لكن الحكم يطلب مواصلة اللعب. عقال تمريرة داخل منطقة الجزاء، مداونكو تسديد قوي على القائم، تسديد قوي على القائم من طرف اللاعب عزيز جنيد مرة أخرى. سوء الطالع، تمريرة جميلة جدا من طرف اللاعب صلاح الدين عقال، يعني أحسن انتداب لفريق الجيش الملكي في طبيعة الحال. لاعب مؤثر، لاعب مهاري، لاعب يعني بمواصفات اللاعبين الكبار، خريج مدرسة فريق اولمبيك خريبكا، قضى مواسم احترافية بالخليج بالضبط في الدوري السعودي، احد اقوى الدوريات في الخليج، ويعود الى البطولة الوطنية عبر قميص فريق الجيش الملكي. محاولة ولكن كان هناك تسلل للاعب صلاح الدين عقال، لاعب مهاري، لاعب يعني قادر على هنا محاولة أخرى، هجمة مرتدة اليوسفي، اليوسفي ينطلق، هذا اللاعب عقال، تمريرة داخل منطقة الجزاء والإبعاد من طرف الدفاع في آخر لحظة. الدفاع يبعد، فوزي الغمالي يبعد في آخر لحظة، فريق الجيش الملكي يكتف ضغطه
يضغط على حامل الكرة وهناك يعني كثافة عددية على مستوى خط الوسط وانطلاقات سريعة لعناصر الهجوم وتمريرات يعني هناك تفاهم جيد بين عناصر الهجوم كلها معطيات يعني تضع الفريق في وضعية كفيلة بإمكانية تسجيل أهداف أخرى. لحد الآن فريق النادي المكناسي يحاول المناورة عبر يعني الجناحين بالخصوص من الجهة اليمنى لكن دون فعالية كبيرة لحد الآن. فريق الجيش الملكي الذي يبحث عن جيل جديد يعيد للأذهان الأجيال السابقة أجيال الألقاب أجيال التي انطلقت في سنوات الستينات رفقة يعني مجموعة من العناصر في أول لقب أحرزه الفريق عام 1961 عناصر كبيرة المختطف الزموري العماري بن مجدوب حسني بن سليمان بقيادة المدرب الزواري في سنة 61 ثم جاء كيكليزو الفرنسي الإطار التقني الفرنسي الذي بصم الفريق لسنوات طويلة وأحرز معه مجموعة من الألقاب ست ألقاب بين سنتي 62 و 1970 بينها من بينها ثلاث ألقاب متتالية بين 62 و 1964 هنا محاولة والحكم يطلب من مواصلة اللعب يشير إلى عدم وجود خطأ على الصورة الحكم الدولي بوشعب الحرش. ثم جاء جيل الثمانينيات بقيادة عناصر فاعلة ليكا جيل محمد تيمومي عبد الرزاق خيري حمدي الفاضلي حسينة هيدامو خيري وغيرهم من اللاعبين الكبار. ثم بعدهم جاء الجيل الموالي اللي وصل الى سلسلة النتائج والألقاب على مستوى البطولة كأس العرش وأيضا كأس الكاف الصمدي والدوش الحضريوي وغيرهم من اللاعبين البهلال البرازي ومحاولة أخرى في فريق الجيش الملكي تماس فريق الجيش الملكي المتوج بأول لقب البطولة الإفريقية للأندية البطلة عام 1985 أول فريق مغربي يتوج على في الواجهة الإفريقية. ثم تولت الأندية الأخرى الوداد الرجاء الكوكب وغيرها من فرق على منصة التتويج الإفريقية لكن غابت الأندية المغربية في السنوات الأخيرة نتمنى عودة موفقة. كانت المحطة عبر كأس الكاف في الموسمين السابقين عبر فريقي الفتح الرباطي والمغرب الفاسي لكن المسابقة الأقوى المسابقة التي تفتح يعني آفاق أكبر للفرق المتوجة بها هي كأس عصبة الأبطال هناك حيث نريد التميز للفرق الوطنية. نتمنى كل التوفيق لفريق المغرب التطواني وأيضا فريق الفتح الرباطي في مسارهما في هذه البطولة خلال هذا الموسم. إصابة للاعب فريق النادي المكناسي اللاعب زكريا زايد العميد الذي يخرج خارج الملعب لتلقي الإسعافات. تماس لإفادة فريق الجيش الملكي تنفذ على اللاعب اليوسفي تمرير أو تسديدة قوية تسديدة مباغتة كادت أن تباغت الحارس أمسى الذي يبعدها إلى زاوية تسديدة قوية جدا نتابع الإعادة هنا الكل توقع أنه سيمرر داخل المنطقة لكن يباشر تسديدة قوية واحد من عناصر فريق الأمل من عناصر الشابة في صفوف فريق الجيش الملكي في هذه المباراة عبد الرحيم الشاكر ينفذ ضربة الزاوية وضربة رأسية ضربة رأسية للاعب هشام الفتحي اعتقد على القائم اعتقد الكرة كانت على القائم بالفعل على القائم هذه الضربة الرأسية للاعب هشام الفتحي الدقة 59 من زمن المباراة نصف ساعة أمام فريق النادي المكناسي للعودة عودة تبدو صعبة المراني بضربة رأسية عودو محاولة الدخول لفت فريق النادي المكناسي في هذه المحاولة خليل بن حماص مريرة داخل منطقة الجزاء والكرة لدى الحارس علي قروني
فريق النادي المكناسي بدوره يبحث عن جيل يعيد الفريق الى واجهه المنافسه الى لعب الادوار المتقدمه. فريق النادي المكناسي فائز بلقب البطوله عام 1995 هو اللقب الوحيد في سجلات فريق النادي المكناسي. هو ايضا كاس العرش احرزه عام 1966 مقابل نهايتين عام 1981 وايضا 2011 في مواجهه فريق المغرب الفاسي. هذا اللاعب يونس حمال، هذا اللاعب عقال، سدر الكره اللاعب الواعد اليوسفي، عقال تمريره في اتجاه اللاعب جنيد والخمالي يبعد الخطر. فوزي الخمالي، اللاعب اودو، حاول جميله من طرف لاعب برحيم يمرر عند اللاعب النغمي، مهدي النغمي في الجهه اليمنى، مهدي النغمي عند اللاعب برحيم، برحيم عقال، عقال تمرير عند اللاعب برحيم مره اخرى في الجهه اليمنى، محاوله بناء هجومي، تمريرات متبادله، صلاح الدين عقال تمريره والدفاع لابعاد الخطر وضربه راسيه مباشره خارج خط المرمى، ضربه مرمى لفائده فريق النادي المكناسي. قلت ان النادي المكناسي الذي يريد العوده الى واجهه، يريد العوده بفريق كفيل يعني بالمنافسة على المراكز المتقدمة. سنة 95 كان اللقب رفقة لاعبين من بينهم الصغير بيدان بن حسين، دريدب بودومة، والهداف كاماتشو بقيادة المدرب عبد القادر يومير. لكن يعني تأخرت عودة الفريق بين نزول وصعود. موسمه الثاني بعد العودة إلى بطولة الدرجة الأولى ما زال يعاني فريق النادي المكناسي. السنة الماضية انتهى به الحال في المركز الحادي عشر برصيد 35 نقطة، 10 انتصارات، 6 هزائم و14 هزيمة. يعني عانى من أجل ضمان مكانته في البطولة، تأمين مقعده في وسط الترتيب العام. هجمات ما زالت متواصله من جانب فريق الجيش الملكي. تمرير عند اللاعب صلاح الدين عقال في الرواق الايمن، محاوله التمرير لكن تدخل اللاعب الولجي، رميه شرط لفائده فريق الجيش الملكي. صلاح الدين عقال مره اخرى، تمرير داخل منطقه الجزاء، كره عند اللاعب جنيد يهيئ الكره والتسديد، التسديد بعيد من طرف اللاعب ياسين كردي. الظهير الايسر، تسديده غير مركزه، اللاعب على الصوره اللاعب فريق النادي المكناسي عادل الحليوات، يستعد ربما للانضمام للفريق في اللحظات المقبلة. عبد الرحيم الشكير عند اللاعب المراني، مصطفى المراني عند اللاعب او ليعيد كرة من الحارس جروني علي، تمريرة طويلة في اتجاه خط الوسط، تصل عند لاعب فريق النادي المكناسي، تمريرة خاطئة عند اللاعب هشام الفاتحي، وتدخل فريق النادي المكناسي مرة أخرى. أنيس كمال، أنيس كمال في اتجاه اللاعب محمد كامرا، محمد كامرا يحاول الدخول من الجهة اليمنى، محاولة التمرير، هناك اللاعب أودو، لكن تدخل مصطفى المراني بضربة رأسية. هشام الفاتحي، هشام الفاتحي والمحاولة الانطلاق في الهجمة السريعة. فاتحي عند اللاعب جنيد، عزيز جنيد يمرر عند اللاعب صلاح الدين عقال، يحول الكرة إلى الرواق الأيمن، والكرة تصل بسرعة إلى الجهة اليمنى عند اللاعب عبد الرحيم شكير، عبد الرحيم شكير في خط الوسط، يمرر عند اللاعب الفاتحي، الفاتحي بناء محاولة التهيئ للتسديد، يفضل التمرير لكن التمرير خاطئ هذه المرة. كرة للبديل أنس أكشمار، تمرير طويلة لكن يسيطر عليها دفاع فريق الجيش الملكي.
حمال ثم مصطفى المراني. التمرير عند اللاعب هشام الفاتحي. بورحيم ورايا وصافرة واعلان عن التسلل. مخالفة لفريق فريق النادي المكناسي. من طرف اللاعب الياس مدحس عند اللاعب محمد اودو. انيس كمال تمريرة لكن خارج خط على المرمى. ضربة مرمى لفائدة فريق الجيش الملكي. الدقة 65 من زمن المباراة. الحلول تبدو صعبة على المدرب محمد يوسف المريني. صعبة، مباراة صعبة ووضعية نوعا ما مريحة لكنها غير مطمئنة. يضر عبد الرزاق خيري للتعرف على الوقت المتبقى من زمن هذا الشوط الثاني. 25 دقيقة متبقية على نهاية الشوط التالي ونهاية المباراة. وتقدم فريق الجيش الملكي بهدفين دون مقابل لحد الآن. ديال الاطمئنان نوعا ما لفائدة الفريق العسكري. محاولات فريق النادي المكناسي لحد الآن. وعند اللاعب الولجي، الولجي يحاول التسديد والهدف. والهدف مباغت نبيل الولجي كان وراء التسديد وعلى القائم. والمتابعة سننظر للتعرف على اللاعب الذي كان وراء المتابعة. أعتقد أنه اللاعب خليل بن حمص. وهدف جميل جدا، تسديدة جميلة جدا من طرف لاعب نبيل الولجي هنا في الدقيقة الخامسة أو السادسة والستون. إذا المباراة تنطلق من جديد. نتابع هنا الإعادة بعد اللاعب محمد أودو. اللاعب أودو نتابع هنا التسديدة جميلة جدا بالرجل اليسرى. والكرة غلطت الحارس علي قلوني. وأودو يسجل الهدف الذي يمكن أن يعيد مسار هذا المباراة في الدقائق المتبقية. حوالي 23 دقيقة متبقية. الفريق المكناسي الآن بهدف. هذا الهدف جميل جدا، جميلة جدا تسديدة اللاعب نبيل الولجي الظهير الأيسر. وهذه هجمة مرتدة حذري من الهجمات المرتدة. كرة عند اللاعب مدين نغمين. مدين نغمين يحاول الدخول والخطأ. الخطأ من اللاعب لاعب فريق نادي المكناسي. اللاعب اعتقد اللاعب انيس كمال. انيس هو اللي تلقى الانذار 85. فعلا خطأ واضح على اللاعب المدين النغمي. نوعا ما مخاطرة من جانب اللاعب كمال انيس بدل المحاولة. ولكن ايضا حتى الاختراق ديال اللاعب مدين نغمي كان ممكن ان يعطي انفراد. هناك تبديل اخر. اذا عادل حليوات الان سياتي دوره للدخول لتعزيز خط وسط فريق النادي المكناسي في اللحظات المقبلة. ضربة خطأ خطيرة على مرمى الحارس الحسين انسى. من سيتولى التنفيذ؟ عبد الرحيم الشكير وراء التنفيذ. المحاولة والتسديد وفي حائط الصد. اللاعب محمد أولو مسجل الهدف. يبعد الكرة إلى التماس. شرط وأيضا هناك تبديل آخر لفائدة فريق الجيش الملكي. استعداد اللاعب محسن عبد المؤمن للانضمام إلى الفريق في اللحظات المقبلة. الحسابات التكتيكية من المدربين محمد يوسف البريني وعبد الرزاق خيري. كل في طموحه، طموح العودة في النتيجة من طرف مدرب فريق النادي المكناسي. يزوج بلاعب خبرة، لاعب له مكانته في كرة القدم الوطنية. عادل حليوات سنوات طويلة أكثر من محطة لهذا اللاعب. ولاعب بخبرة يدخل بدلا من زميله في الفريق اللاعب خليل بن حمص. واللاعب لاعب فريق الجيش الملكي محسن عبد المؤمن يدخل وسيحل بديلا للاعب المدين النغمي. المدين النغمي هو اللاعب الذي سيغادر. و
والجمهور يضغط بقوة، جمهور فريق النادي المكناسي يعني جمهور كبير حاضر في المدرجات، اعتقد اكثر من 6000 متفرج اكثر بقليل ربما. النادي النغمي يغادر يترك مكانه للاعب محسن عبد المؤمن في اللحظات المقبله، تعزيز خط الوسط بطبيعه الحال لتامين يعني نقاط الفوز، نقاط غاليه على فريق الجيش الملكي في هذه المباراه، لكن يعني الضغط اكبر على الفريق المحلي صاحب الارض فريق النادي المكناسي اللي في وضعيه لا يحسد عليها في المراكز المتاخره في الترتيب العام، وبالتالي يضغط للبحث عن فرصه العوده، فرصه البحث عن التعديل. كره في اتجاه اللاعب انس اشكمار او اكشمار عفوا، تطلبات فريق النادي المكناسي بتنفيذ اللاعب كمال انيس، كمال انيس في اتجاه اللاعب عادل حليوات البديل الذي انضم قبل لحظات، ثم على الكره من طرف دفاع فريق الجيش الملكي عند اللاعب المدي او الياس مداح. عودوا وضربه راسيه للاعب مصطفى المراني، تبعاد فريق الذي مكناسي يحاول ان يكثف الضغط في هذه اللحظات، لكن حذري من الانطلاقات السريعه لعناصر هجوم فريق الجيش الملكي في الهجمات المرتده. هشام الفاتحي يمرر عند اللاعب عزيز جنيد، تدخل الدفاع، تدخل العميد زكريا زايد عند اللاعب عادل حليوات، زايد تمريره طويله في اتجاه اللاعب اودو، يضع كره بالصدر يمرر في اتجاه اللاعب محمد كامارا في الجهه اليسرى، محمد كامارا في وضع جيد لتامين هذه الهجمه، كره عند اللاعب الولجي وتدخل عبد الرحيم شاكير، تدخل عبد الرحيم شاكير، تمريره غير موفقه من طرف اللاعب محمد كامارا للتقادة للفعالية في المباراة، انطلاقة سريعة لفت اللاعب صلاح الدين عقال، الهجمة المرتدة، لاعبين في مواجهة مدافعين، مهاجمين في مواجهة مدافعين، والتفوق لعناصر الدفاع، عناصر الدفاع النادي المكناسي الياس مداح يتدخل لإبعاد الخطر في هجمة مرتدة كان بإمكانها أن تشكل خطورة على مرمى الحارس الحسين أمسى، ضربة زاوية لفت فريق الجيش الملكي بالتنفيذ البديل محسن عبد المؤمن، تمريره والكره لدى عزيز جنيد مره اخرى، تسديده على العمود بقليل، متابعون الاعاده الاعداد والكره يعني محاذيه للمرمى، يعني عزيز جنيد يعني فعلا سجل هدف لكنه يعني كانت له محاولة كثيرة لإضافة أهداف أخرى لم يستغلها بشكل جيد لحد الآن، على أي النتيجة تغري ببقية مباراة مشوقة. الولجي في تنفيذ المخالفة لفريق فريق النادي المكناسي، الولجي يعني المجازفة بالتسديدة الأخيرة كانت أعطت الامتياز لفريق فريق النادي المكناسي. ضربة رأسية للاعب اليوسفي، صراع خط الوسط، وماذا هناك؟ كان اللاعب جنيد في وضع تسلل لكن لم يواصل المشاركة في البحث عن الكرة، وبالتالي عاشق رضوان عاشق الحكم المساعد الدولي بطبيعة الحال يعني ترك الامتياز لعناصر الدفاع، دفاع فريق النادي المكناسي التي سيطرت على الكرة، كان هناك خطأ لفت فريق النادي المكناسي، و البطاقة الصفراء تشار في حق الشاب اليوسفي. ضربة خطأ لفريق فريق النادي المكناسي. كرة ستكون ساخرة داخل منطقة الجزاء، لا تنفذ سريعة في اتجاه اللاعب رضوان الجواري. عادل حليوات، عادل حليوات عند محمد كامارا وإبعاد من طرف اللاعب شاكير. عادل حليوات يريد ان يكون مؤثرا في مسار هذه المباراة، الدفاع الخطي لايقاع لاعبي الذي كانت في مسار التسلل، لكن هناك هجمة، هجمة من الجهة اليمنى، المحاولة التمرير وتدخل الدفاع، محمد
محمد كامارا قلت انه غير فاعل في هجوم فريق النادي المكناسي. محاولة خطيرة جدا في الدقيقة 74 هنا يعني كانت ابرز محاولة هنا للوصول الى هدف التعادل، لكن سديدته كانت يعني بعيدة عن المرمى. هناك لاعب صوب فريق الجيش الملكي على الارض داخل الملعب، دخول الطاقم الطبي والحكم يطلب ايضا رجال الاسعاف من اجل يعني المساعدة في اخراج اللاعب لتلقي الاسعافات خارج الملعب. اعتقد اللاعب هشام الفتيح اعتقد هو اللاعب الساقط على الارض في هذه اللحظات. الشوط الثاني مجموعه من اللقطات، يونس حنال عناصر الفريقين، لقطات جميله تابعناها للفريقين، واعتقد الهدف الذي سجل قبل لحظات يعطي يعني نكهه اخرى لمسار المباراه. نتمناها كذلك، نتمنى لكل التوفيق في يعني في الوصول الى طموحات كل فريق، طموحات كل مدرب، طموحات كل لاعب، طموحات الجماهير، جماهير الفريقين بطبيعه الحال. مرحب واللاعب الذي اصيب يشكو من الام على مستوى الركبه، اعتقد سيعود لمواصله اللاعب بعدما تلقى الاسعافات من طرف الطاقم الطبي لفريق الجيش الملكي. حاول الانطلاق بالهجمه السريعه لفانز فريق الجيش الملكي في هذه اللحظات، كره داخل وسط الناس حق الخط الوسط، تمرير عند اللاعب صلاح الدين عقال والسيطره من طرف الحارس امسى. فريق الخماري، الخماري عند اللاعب انيس، انيس تمريره عند اللاعب عادل الحليوات، عادل الحليوات تمريره جانبيه والسيطره من اللاعب مصطفى المرمري الذي يبعد الكره خارج خط المرمى. ضربه زاويه لبنت فريق النادي المكناسي. النادي المكناسي يضغط في هذه اللحظات والجمهور يريد هدف التعادل. متابع ضربه الزاويه سعود والمراني يبعد الخطر الخمالي عند اللاعب انيس، كمان انيس تمريره جانبيه وسعود ضربه راسيه للاعب الياس مداح غير مركزه، تبقى الحياه عند اللاعب كامارا لفريق النادي المكناسي. كامارا يراوغ يمرر داخل منطقه الجزاء والابعاد من طرف دفاع فريق الجيش الملكي. تسكر عند اللاعب جنيد، جنيد يمرر عند اللاعب هشام الفاتحي الى الخلف كردي عند اللاعب برحيم البديل عبد الوهاب ورايا، رايا رايا هناك رايا وتسلل، رايا وتسلل، رايا وتسلل و متابع الإعادة ربما للوقوف على هذه اللقطة الأخيرة. فريق الجيش الملكي يعني الآن كل العناصر تقريبا باستثناء اللاعب عز جنيد في نصف ميدان، نصف الميدان الدفاعي. بطبيعه الحال هناك هدف هو يعني الابقاء، هناك محاوله والابعاد من طرف اللاعب الشكير، يبعد الكره الى الشرط، الشرط لفائده فريق النادي المكناسي الذي يكثف الضغط. انس اكشمار محاولات فريق الجيش الملكي، تمريره اتجاه اللاعب صلاح الدين عقال، صلاح الدين عقال تمريره اتجاه اللاعب الفتحي وسيطره الدفاع المكناسي. تعود كره عند اللاعب الولجي، نبيل الولجي ينطلق في الجهه اليسرى، نبيل الولجي يحاول السيطره وخطا اذن الحكم لفائده اللاعب نبيل الولجي. روح رياضيه جميله بين عقال ونبيل الولجي.
عنصرين مؤثرين في تشكيلة الفريقين. ضربة خطأ نبيل الولجي في التنفيذ، تنفيذ مباشرة داخل منطقة الجزاء بحثا عن اللاعب اودو. بالفعل اتجاه اودو وضربة رأسية لهذا الأخير، لكن مباشرة خارج خط المرمى، ضربة مرمى لفريق فريق الجيش الملكي. الدقة 80، إذن 10 دقائق على نهاية الوقت القانوني للمباراة. 10 دقائق كيف سيتم تدبيرها من طرف الفريقين؟ لكل طموحه ولكل رغبته، لكن الوسائل تختلف. كرة عند اللاعب عبد المؤمن، وتمريرة ضائعة، كرة خارج الخط الجانبي. تماس لفائدة فريق النادي المكناسي، تنفذ طويلة، الكرة في اتجاه اللاعب اودو، تدخل اللاعب ياسين كردي. سعيد و زميله كان يكون خطا بين مدافعين من فريق النادي المكناسي. لاعبين الكرة ما زالت المباراة ما زالت مفتوحة على كل الاحتمالات، ولم تبتسم لهذا الطرف ولا الى ذاك. هناك امتياز لفريق الجيش الملكي صحيح على الصورة التي التقنية لحد الان، لكن اي لحظة كفيلة بتسجيل التحول في مسار المباراة. كرة عند اللاعب عادي حليوات، تمرير داخل منطقة الجزاء، لكن تدخل الدفاع في اخر لحظة. وانطلاق من طرف اللاعب اليوسفي، اليوسفي عند اللاعب عبد المؤمن محسن، محسن عبد المؤمن، تمريرة عند اللاعب اليوسفي مرة أخرى في خط الوسط، مرة عند اللاعب صلاح الدين عقال، صلاح الدين عقال سيبحث عن التسديد، يسدد لكن بجانب المرمى، بجانب القائم الأيسر لمرمى الحارس الحسين أمسى. الوقت يضغط بشكل سريع على فريق النادي المكناسي، ويمر بطيئا بطبيعة الحال على فريق الجيش الملكي. ريني يحتج، ربما يطلب توجيه الانذار للاعب عقال في المحاولة الأخيرة كما تابعنا على الصورة. حسين أمسى في تنفيذ ضربة المرمى لفائدة فريق النادي المكنسي. ينظر في خط الوسط، ضربة رأسية للاعب أيوب برحيم، منافسة على الكرة والإبعاد لفائدة اللاعب فوزي الخمالي. بعد اللاعب محمد أودو، محمد أودو عند اللاعب الجواري رضوان، عند اللاعب عادل حليوات، عادل حليوات يراوغ يمرر، يمرر هناك كرة ومحاولة وتسديد، باقي المحاولة مكناسية، محاولة الدخول وكرة ضائعة من طرف البديل أنس أكشمار. كانت عندهم محاولة سانحة وهجمة مرتدة سريعة لفريق فريق الجيش الملكي. محسن عبد المؤمن، محسن عبد المؤمن، كرة عند اللاعب أيوب برحيم، أيوب برحيم في الجهة اليسرى يسدد فوق المرمى. لم تستغل هذه الهجمة بشكل ناجع، كانت مجموعة من الحلول في الجهة اليمنى، صلاح الدين عقال وهشام الفاتحي. ندع الكرة ونشوف محاولة ديال الفريق النادي المكناسي، محاولة اللاعب صلاح الدين عقال، أو عفوا اللاعب عادل حليوات واللاعب أكشمار في محاولتين لم يكسب لهما النجاح بتدخل دفاع فريق الجيش الملكي. أيوب برحيم محاولة التمرير نحو اللاعب عزيز جنيد، لكن مباشرة خارج الخط الجانبي. تماس لفائدة فريق النادي المكناسي، تنفذ من طرف اللاعب انيس كمال، عند اللاعب جواري، عند اللاعب زايد العميد، كرة طويلة في اتجاه اللاعب اودو، تدخل بالراس من طرف العميد مصطفى المراني. محسن عبد المؤمن يما
تمرير عند اللاعب شاكير في الجهه اليمنى، انطلاقه للاعب شاكير يبحث عن الحلول، تمريره داخل منطقه الجزاء مرت امام اللاعب عز جنيد، تبقى الحيازه داخل منطقه الجزاء لكن الابعاد من طرف اللاعب زايد، تبقى الحيازه اللي فاتت فريق الشمالكي مسيطر هذه اللحظات على خط الوسط، يضغط يبحث عن هدف اخر صلاح الدين عقال، والابعاد لدفاع فريق النادي الكلاسي، وانطلاقه سريعه من طرف اللاعب عادل حليوات، عادل حليوات وتدخل اللاعب اليوسفي يصل بكرة عند الحارس علي قروني، علي قروني كرة طويلة باتجاه خط الوسط، ماذا هناك كاد يكون خطأ يعني مكلف لفريق النادي المكناسي، ياسم الداح يبعد الكرة نحو الحارس أمسى، والحكم يطلب مواصلة اللاعب صلاح الدين عقال عند اللاعب محسن عبد المؤمن، محسن عبد المؤمن تمرير داخل منطقة الجزاء وضربة رأسية تسيطر عند اللاعب عز جنيد، عز جنيد يترك الكرة إلى خارج خط المرمى، ضربة زاوية لفائدة فريق الجيش الملكي، الدقائق الخامسة والثمانون، خمس دقائق على نهاية المباراة، خمس دقائق على نهاية الوقت القانوني للمباراة بطبيعة الحال، في انتظار يعني ما سيحتسبه الحكم من وقت بدل ضائع، ضربة زاوية تنفذ لفائدة الجيش الملكي والإبعاد من طرف اللاعب الياس مداح بضربه راسيه، كره عند اللاعب شاكير عبد الرحيم شاكير، وكره تبعد يبعد الكره خارج خط الخط الجانبي، التماس لفائده فريق النادي المكناسي، النادي المكناسي مطالب بتكتيف الضغط بهجوم فاعل بشكل اكبر، الحكم يطلب كره ثانيه لفائده لاعبي فريق النادي المكناسي، نبيل وجيه في تنفيذ دخول الشرط، هناك كرة ثانية داخل الميدان لكن الحكم بخبرته يترك المجال للحارس لإبعاد الكرة خارج الملعب، إبعاد من طرف اللاعب حمال عند اللاعب محسن عبد المؤمن، عقال تدخل من طرف اللاعب أكشمار أنس، بعد الكرة إلى أتماس 18 سنة لهذا اللاعب من العناصر الواعدة في صفوف فريق النادي المكناسي، المدرب المريني يعطي الثقة للعناصر الشابة بطبيعة الحال، هذا يعني فلسفة هذا المدرب الذي يراهن على العناصر الشابة أيضا وأعطاها فرصتها في المباريات، حمال يبعد الكرة اتجاه اللاعب عقال، تدخل اللاعب الولجي، كرة عند اللاعب محسن عبد المؤمن، عند اللاعب عقال، عقال يراوغ يحتفظ بالكرة، اللاعب عبد المؤمن تمريرة وتدخل لإبعاد الكرة إلى التماس، تدخل اللاعب فوزي الخمالي، الوقت يضغط وفريق الجيش الملكي يصر على نقاط الفوز، فوز يمكن يكون هو الثالث خارج القواعد، هذا اللاعب أنس أكشمار، أنس أكشمار تمريرة في اتجاه اللاعب محمد عودو، تدخل اللاعب يونس حمال، يونس حمال عند اللاعب الشاكير، رحيم شاكير فتيحي، الفتيحي عند اللاعب الشاكير، تمريرة قصيرة بين اللاعبين، اليوسفي، اليوسفي أيضا من عناصر الشابة، تمريرة جميلة عند اللاعب هشام الفتيحي، وتدخل تدخل دفاع فريق النادي المكناسي الياس مداح، يبعد الكرة خارج إلى التماس، فريق النادي المكناسي يعني خاض الشوط الثاني احسن بكثير من الشوط الاول، ضغط سجل هدف بحث عن نتوج جوج الفرص تقريبا لسانحه لتسجيل هدف التعادل، ضاعت سواء من طرف اللاعب محمد كامارا او من طرف اللاعب انس اكشمار، هذه المحاوله والكره تساعد اللاعب انس اكشمار البديل، دخل في هذا الشوط الثاني انس اكشمار في الجهه اليسرى يحاول المناوره، يمر داخل منطقة الجزاء، البحث عن كرة فيها داخل منطقة الجزاء، رضوان الجوهري يضيع ثالث أبرز محاولة لتسجيل هدف التعادل، محاولة يعني كرة ما نقولش كرة المباراة لكن كرة المباراة بالنسبة لفريق النادي المكناسي، كرة التعادل داخل منطقة الجزاء متحرر من أي رقابة لصيقة، يسدد بعيد عن المرمى فوق المرمى ويضيع فرصة يعني سانحة لتسجيل، تضيع على اللاعب لاعب فريق النادي المكناسي رضوان الجوهري،
الوسط. منافسة بين لاعبين. سمع على دفاع فريق الأديب كراسي نبيل الولجي تمريرة طويلة. تسجل اللاعب أنس أكشماري تدخل اللاعب عبد الرحيم الشاكير لفائدة الجيش الملكي. كرة عند اللاعب عدي حليوات، عدي حليوات اللي عطى يعني تحرك لخط وسط فريق النادي المكناسي في هذه اللحظات. كرة عند اللاعب أنيس كمال. تمريرة جانبية وكرة تصعد اللاعب أنس أكشمار داخل منطقة الجزاء. تمريرة تجاه اللاعب كاميرا وتدخل سريع من طرف اللاعب يوسف حمال وانطلاقة سريعة للهجمة المرتدة. انطلاقة سريعة عبد المؤمن عند اللاعب صلاح الدين عقال. صلاح الدين عقال هناك كثافة عددية لفائدة فريق الجيش الملكي على مستوى الهجوم، لكن هناك تأخر لتدبير الوقت وأيضا يمكن لاعبي فريق النادي الفرنسي من العودة. نبيل الولجي والانطلاق، انطلاقة سريعة تجاه اللاعب اودو. ضربة رأسية للاعب مصطفى المراني. عادي حليوات ضربة رأسية اودو مرة أخرى. برد سعد اللاعب هشام الفتيحي في خط الوسط عند اللاعب عبد المؤمن. هشام الفتيحي هجمة سريعة ممكن أن يعني تحمل الأخبار لفائدة فريق الجيش الملكي. 6 دقائق وقت بدل ضائع وتدخل اللاعب إلياس مداح. 6 دقائق يحتسبها الحكم وقتا بدل ضائع في الشوط الثاني. إذا 6 دقائق أمام فريق النادي المكناسي للبحث عن هدف التعادل. في انتظار ذلك يجب انتظار تنفيذ ضربة الزاوية الآن لفائدة الجيش الملكي. في التنفيذ اللاعب محسن عبد المؤمن. محسن عبد المؤمن اللي دخل في الشوط الثاني مكان المدعب النغمي وعطاه يعني حركية لخط الوسط. محسن عبد المؤمن ينفذ ضربة الزاوية. ضربة رأسية للاعب زايد جنيد اعتقد هذا جنيد بالفعل. هذا اللاعب اليوسفي يسدد بقوة بجانب المرمى محادية للمرمى. لاعب بديل يستعد في صفوف فريق الجيش الملكي. لاعب رقم 25 طارق النجار يستعد الدخول في هذه اللحظات الأخيرة في هذا الوقت بدل الضائع. وراء دفاع فريق النادي المكناسي. كرة طويلة في اتجاه اللاعب محمد أودو. لم يحسب الحكم أي شيء. كرة عند اللاعب هشام الفتيحي. هشام الفتيحي يدخل من الجهة اليسرى. هشام الفتيحي يسيطر يحاول المراوغة لكن كرة سهلة عند الحارس أمسى. وانطلاقة سريعة لفائدة فريق النادي المكناسي. انطلاقة سريعة يسابق الزمن الفريق البحث عن الحلول. وعند اللاعب محمد أودو. محمد أودو يمرر إلى الجهة اليمنى اتجاه اللاعب عادي حليوات لكن التمريرة كانت ضائعة والهجمة المرتدة. خروج سريع من الحارس أمس لإبعاد الخطر. والآن سيتولى فريق الجيش الملكي إجراء التبديل. إذن التبديل أعتقد اللاعب اليوسفي. بالفعل اللاعب اليوسفي هو اليوسفي يغادر ويترك مكانه لزميله طارق النجار في هذه اللحظات الأخيرة. 3 دقائق متبقية في زمن الوقت بدل الضائع. نخوض زمن الثالثة من الوقت بدل الضائع. النجار عند اللاعب وتماس لفائدة فريق النادي المكناسي. النادي المكناسي يسابق الزمن. أودو عند اللاعب الولجي تمريرة اتجاه اللاعب أنس أكشمار. تدخل للدفاع كرة عند اللاعب محمد كامارا يمرر في الجهة اليمنى. هناك لاعب فريق النادي المكناسي أنس أنيس كمال. تمريرة ضربة رأسية والدفاع طرف اللاعب شاكير. محمد كامارا الولجي يسدد هذه المرة لكن بعيد هذه المرة فوق المرمى. التسديدة يسدد. نعم يجب تنفيذ المحاولة عندما ما كتكونش محاولات التسجيل قائمة عبر الاختراقات بعدما ضاعت مجموعة من المحاولات لما لا محاولة التسديد. لم
الحكم يوجه البطاقة الصفراء للحارس علي قروني وحذاري من تلقي انذار تالي على التوالي. فريد سلامات مدرب حراس مرمى فريق جيش ملكي ينبه الحارس القروني لتفادي الاحتجاج على الحكم. لذلك سيشكل خطر عليه فما يتلقى بطاقة صفراء ثانية تخرجه من المباراة ككل. وعند اللاعب كامارا ولجي نبيل ولجي تمريرة طويلة اتجاه اللاعب اكشمار. عند اللاعب اودو عند اللاعب اكشمار مرة أخرى عند اللاعب كامارا ضائعة ضغط تدخل اللاعب الفاتحي اخذ ورد في خط الوسط كرة عند اللاعب الرحيم شاكير تجاه اللاعب محسن عبد المؤمن لكن مباشرة الى التماس لفائدة فريق النادي المكنسي. دقيقة تقريبا وبعض الثواني على نهاية زمن الوقت بدل الضائع. كرة في خط الوسط عند اللاعب كامارا الى الجهة اليمنى هناك اللاعب انيس كمال. كمال انيس من داخل منطقة الجزاء اكشمار محاولة الضربة الرأسية لكن ضائعة. وكرة إلى خارج الخط الجانبي تماس لفائدة فريق الجيش الملكي. عبد الرحيم الشكير يأخذ وقته لتنفيذ ضربة أو رمية الشرطة عند اللاعب الولجي. الولجي يحاول عند اللاعب دفاع فريق الجيش الملكي يبعد الكرة تجاه اللاعب عزيز جنيد. عزيز جنيد يحاول الاحتفاظ بالكرة والاختراق من الجهة اليمنى دون خطأ. الولجيت مرة طويلة تجاه اللاعب اكشما ضربة رأسية عند اللاعب ومحاولة بطرف لاعب عدي حليوات من داخل منطقة الجزاء والإبعاد في آخر اللحظات. الإبعاد في آخر اللحظات وأعتقد هناك ماذا هناك هي زاوية لفائدة فريق النادي المكناسي في آخر أوقات الزمن الوقت بدل الضائع والضغط كله منصب على فريق النادي المكناسي. محاولة الضربة الرأسية وسيطرة الحارس علي قروني ونهاية المباراة بفوز فريق الجيش الملكي على فريق النادي المكناسي بهدف مقابل هدفين. شوط ثاني قوي من جانب فريق النادي المكناسي في بحثه عن محاولة تسجيل هدف التعادل. قطع نصف الطريق لكنه لم يكمل المحاولات. محاولة الوصول إلى هدف التعادل كانت ثلاث محاولات سانحة أمام فريق النادي المكناسي للوصول وإدراك التعادل لكن ضاعت نقول نوعا ما كانت فيها بشاعة من طرف بعض لاعبي فريق النادي المكناسي على أي مجهود كبير نشكر عليه لاعبي فريق النادي المكناسي وأيضا مجهود كبير لفريق الجيش الملكي من أجل انتزاع فوز يصعد بالفريق إلى المركز الأول ب 26 نقطة منصفة مع فريق الوير البيضاوي في انتظار المباراة المتبقية للجولة 13 غدا في ملعب نيمو العرسي بمدينة الحسيمة بين فريقي شباب الريف الحسيمي والرجاء البيضاوي. مشاهدينا الكرام لكم تحيات كل زملاء في الوحدة المتنقلة السادسة برئاسة الحاج بكار وتحياتي لكل